تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات عشان تقديم الخدمات وحاول حل الأزمات وانت على فاش فاش في مقالب جملة الحلقات وانت على فاش فاش في مقالب جملة الحلقات أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب والله أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا في خدمة الزملاء والأهل والأقارب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب ويا خفنا من خدماتي فيها دواعي ومصايب أنا في خدمة الزملاء يا ناس والأهل والأقارب والله أنا خدمة الزملاء والأهل والأقارب أنا نعم جمعة في خدمة الزملاء والأهل والأقارب لكن أصبر يا جمعة أصبر يا سلمان انزل تحت في الأرشيف يا جموع انزل تحت في الأرشيف تنزل تحت يا جموع تنزل تحت في الأرشيف يا جموع بنات ينكشفوا على الغربة قبل زواجهم؟ هذا لا يمكن يصير. فشكاتك ولي. لا يا ابو حاكم ما مالك يا ابني اقدر الله يكفيك ها؟ مالك يا تفضل استريح ما يقصد هو. مالك بس لا انت فورت لي دمي، ما يكفي اني وافقت اني انا ناسبك وجايين في هذا الطلب؟ انا اسف يا عمي العود، ما كان قصدي صراحة، ما كان قصدي. هذه إهانة وانا ما اسمح لها تتكرر مرة ثانية، فاهم؟ يعني لازم تزعل ابوي وتعصبه، لازم. أهم ما عندك صبر ليوم الخميس؟ بصبر وأمري لله بصبر. والله يا موسى جمعة وهدى لايقين على بعض، سبحان الله. نعم يلا يا سلمان عاد لا تجلس تحسد الصغيرين. لا انا ما احسدهم لكن اقول ما كانهم تاخروا شويه. مشتاقينهم. ماما جاي يسمعوا لك. والله وعليكم السلام. وعليكم السلام يا جماعه يا ولدي. الله يبارك صلاه محمد على السلام. نعم عيني عليهم بارده ما تشوفهم لايقين على بعض. ما لايقين على بعض عجب سبحان. هدى يا بنتي مالش؟ ايش مكدرنش؟ ايش اللي مزعلنش يا هدى؟ الله لا يجيب زعل بيننا ان شاء الله، على ما قاس تفاول بيهم كذاك. جمعة ناوي يأجل موعد زواجنا. جمعة؟ ليش يا ولدي؟ اذا كان قصدك على سالفة الفلوس فاطمن لا تشيلها من الحمد لله متوفرة. يا جماعة يا ولدي مثل ما قالت موسى لا تشيل هم الفلوس أبدا، وإذا كان على الفلوس اللي تأخذ منه فبكرة إن شاء الله هترد لهم زيادة وزيادة. كلامك حلو يا عم سلمان، وخاصة الشق الأول منه. عجب اسمعني يا ولدي، الفلوس إذا دخلت بيتنا البيوت هتسوي سوء تفاهم،
وتخسر العلاقات الإنسانية بين الناس. هذا هو الكلام الزين يا عمي. نعم أبوك مع الله يهديك، تسوي نفسك ما تعرف، ما كأنك إنسان غني وعندك فلوس. أنا أقول يا ريت تنسوا هالسالفة يعني ونكشف أوراقنا يا عمي يعني. أبو كيف يعني؟ كيف يعني ننسى السالفة؟ أما أنت مساعد حلو اليوم يا عم. إذا يكون هو يعني جمعة يقصد أن الموعد في مكانه، موعد الزواج. لا تلهم يا جمعة يا ولد، استريح استريح يا جموتي، استريح يا جمعة. مالك الله يديك أنت، مالك الله يديك. ايش هذا بعد؟ ايش هذا بعد يا جماعه؟ هذا مفتاح سيارتك الجديده بدل هذيك الكحيان اللي تستعملها. خذ يا ولدي، خذ، عيش عيش وتمتع. سياره جديده حاليا. وتفضل يا ولدي يا جماعه، تفضل يا الغالي، انت تفضل. ها وايش هذا بعد؟ عقد فيلتك الجديده. هاي يا جمعة، أعتقد الحين ما عندك أي حجة. أي حجة؟ مو حجة الله يديش، أي حجة وأي فلوس وأي خرابيط، أهم حاجة السعادة. هي نعم، أهم شيء إن نفرح فيكم يا بنتي ويا ولدي. إيه، فلة وفلوس وعروسة، هذا حتى ولا في الحلم. لا يا جماعة، أنا لازم أقول لكم عن كل شيء. جمعة أرجوك يا أنسة هدى، اسمعني يا أستاذ سلمان وسمعيني يا أستاذ موزة. أنا لا غني ولا بورث ولا عندي شيء أبدا، والورث اللي جالسين تتكلموا عنه هذا مجرد مزرعة ما فيها غير كمين نخلة، ما تحقق أي حلم من أحلامكم اللي جالسين تحلموها. أنت مزاحك ثقيل جمعة، مزاحك ثقيل أوقات. نعم جاي تمزح. كأنك جمعة عاد، كأنك باغي تتباخل على عمك وعمتك. ها كأنك. هاي بخل الله يهديكم، بس هاي بخل. اتفضلوا، هذا عقدش وهذا مفتاحك وهذه فلوسكم، مثل ما أخذت أعطيكم إياها، ما أريدها. أنا من يوم صرت غني كل الناس تعطيني بلاش أكل وأشرب، ما رضي حتى يأخذوا مني فلوس أبدا. يا سلام، كيف وصلت لها سطو وجبروت لهالدرجة؟ سبحان الله، المال والبنون، حتى المال جاء قبل البنون. ووي وزواجكم؟ زواج مبني على الكذب، ما اريده، ما اريد حياتي تبدا بداية اساس الغش والكذب. انا صحيح احب هدى من كل قلبي وما املك غيره، ومستعد اقدم لها ما كان هذا يكفي ولا. يعني انت ما غني، طلعت فالصه يعني. ما غني الا رب السماوات. يعني طلعت غشتنا باحلامنا؟ طلع اقول ثاني في هذا البيت. اطلع يا غدر، وانا اقول الحين انتم الشركه في البر. الله يا الدنيا، قلت الخطا ومشيت فيه وساعدتوني ووقفتوا معاي ومديتوني بالامل والحياه الحلوه وزودتوني بالمال والعوز، والحين لما بصلكم الكلام ورد ضميري اعتبرتوني كذاب وطردتوني. لكن ما أقول غير دنيا وفيها العجائب. الله أكبر. ليش؟ ليش يا هودة سويت فينا كذاك وخدعتينا انتي معا؟ ليش؟ ليش يا هودة؟ ليش؟ ليش يا بنتي سويت فينا كذاك؟ ليش؟ ليش؟ لأنه صادق، لأنه قلبه كبير، قلبه اللي يعرف يحب، الحب الصادق العافي البعيد عن الفلوس والغش والخداع، لأنه يعرف يقول صح مكان الصحيح ويعرف يقول لا في مكان الصحيح. كيف أجهز الحلوة وأبوش بعد ما وصل؟ الضيوف يبي ياكلوا بالاول. تعرفي يا امي انا حاسه ايش يصير الاول؟ ايش؟ انه بيوصل ابوي الاول. سيري انت فتحي الباب الاول. ها فاطمه. اهلا جمعه، تفضل. هذا جمعه هو اللي وصل الاول. الحمد لله ان ما حمد وصل بالاول، المفروض كان ابوي يوصل الاول. ما حد يعرف يا بنتي، يمكن تجينا مصيبه بالاول. هما عرفوا بالمصيبة الأول؟
أنا كنت ما أريدهم يعرفوا من غير الأول، فقلت أنا أقول الأول. تعرفوا ليش؟ ليش؟ لأن كل آخر لازم يكون الأول. لا، الظاهر أنت يلي وارث الفلوس. الفلوس لخبطت لك مخك. أي فلوس هاي؟ الله يهديك، هذه كانت لعبة الأول. على فكرة هين عم صالح وحمد وهلا؟ ما حد يعرف من يوصل فيهم بالأول. ليش يزعل؟ إذا الحين مين بيخلص الشغل؟ ما حد غيرك، لأن الزواج متفركش. أنا اللي مزعلني وحاس في نفسي، أنا فعلا كنت معتبرة هذا خدام الزملاء وقلت فيه شعر بعد. لأنك طيب وقلبك أبيض. وأنا اللي كنت برجع فلوس سيف وارتاح منه، لكن الحمد لله. أنت تشوفي في كل هذا أنش مستانسة؟ طبعا. لا، أنت كذا تضيعي حدش. المشكلة أني الحين صرت رئيس قسم على حريم وبس، يعني لا جمعة ولا سعيد. سعيد وطاح على بنك ومتزوج الحين بنت الفضعوني، وبيصير شريف كل أملاكه. إيه، ناس لها بخت. هنيالك يا سعيد. مساء الخير يا وجه الخير. هذه أسعد ليلة في حياتي. ما مهم الشيكات اللي كتبتها لأبوك، ما مهم، المهم إني أفوز بنظرة من عينك الحلوة، وأخيرا صرت زوجتي يا فطعونية. أها، كلمة، نظرة، ابتسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. وين رايح؟ أريد أروح الجنة، ما أريد أدخل النار. نار ولا نور؟ أنت خلاص مالك روح. الله أرجوك بابوس إيدك، خلي أروح أرجوك. خلاص ما أريد فلوس، ما أريد شيء، أريد عمري، أريد شبابي، أرجوك. أنت زوج، أنت حبيبي. زوجي حبيبي؟ أرجوك خليني أروح. الحمد لله أننا احنا خلصنا من عرسختك. الحمد لله يا أبوي، لولا العريس وطمعه ما كانت زوجت. بالعكس، سعيد ولد حلال، ولو ما كان ولد حلال كان ما تزوجها. ولا تنسى يا ولدي أن هذه هي أختك، والحمد لله أن الله جاب لها نصيبها. إيه يا أبوي، والنصيب ترى. ها؟ صوت مين هذا؟ هذا كأن العريس. وش فين صرخ ذاك؟ يعني ما عارف يا أبوي ليش صرخ. نحذوني الله لا يبارك لا فيكم ولا فلوسكم. سيح لوليك ريالك يكبرك يا بلي أحمد ربي. وراء أحمد، وراء يلا وراء. ولا يهمك يا أبوي، أنا سبع وبطل. وراء أنا أجيبك. يلا وراء. هلغة. أهلا بالأستاذ، أهلا بالمحامي شهير، أهلا برجب بن علي. تفضل سريع تفضل. والله بعدك تذكرني. وحد يا رجب يا اخوي ينسى ذيك الايام السوداء؟ حد ينساها؟ احمد ربك ان الله نجاك من السقاير، ولا كنت تموت فيها يا اخي. اشوك لا تذكرني ذيك الايام. زين قول لي انت ليش جاي؟ ليكون شركه تامين يعني سوت اللي عليها، ولا جايين ترجعون فلوسنا؟ اقصد ترجعون فلوسهم يعني. لا الموضوع غير هذا، الموضوع اهم، الموضوع يخص الاستاذ جمعه. ارجوك جمعه هذا بالذات لا تجيب لي سيرته ابدا، هذا ما ابي اشوف وجهه، هذا المفلس الكحيان هذا. مفلس؟ ايش انت تقول؟ اللي سمعته. وبعدين خلاص الانسان هذا انا فصلته من الشركه بتاتا. المهم انا وين القاه؟ والله دوره من الحواير، شوفه يمكن تلقاه يلعب حواليس. هذا يعني هذا انسان تحصله هنا وهنا وهنا، واذا لقيته بلغه وقول له اني انا ما اريد اشوف وجهه ابدا. بس هذا موضوع مهم جدا ومستعجل، زي ممكن تعطيني عنوان بيته؟ كيف يعني الموضوع مهم لهذه الدرجة؟ أعجب مما تتصور. يلا أنت تريد وأنا أريد، الله يسوي اللي يريده. إيش السالفة؟ يا رجب يا أخوي تراك حركت لي أعصاب مخي، ولا سر؟ هو لحد الحين سر وما حد يعرفه غيري، لكن ما عليه بقول لك عليه. والسر ترى بين اثنين يبقى سر. مثل ما قلت، وهات ما عندك. جمعة ورث من أبوه تقريبا ما يساوي 900,000 ريال.
900,000 ريال تقريبا. كيف يعني تقريبا؟ كيف تقريبا؟ مزرعة وثلاث بيوت وثلاث دكاكين في مطرح وخمس أراضي في صلالة ومزرعة في صور. وهذيلا يا أخي عجب، كيف كوش عليهم يعني؟ ما هو المعروف مثل ما يقولوا إن أبوه كان كثير الأسفار وتزوج من كل هذه المناطق وعاش فيها. هذه لعبة ولا مفاجأة ولا متفق معاه علشان تلعبوا علي وتجننوني يعني؟ كل هذا أنا ما يهمني، أهم شيء وين ألقاه علشان يجي يستلم العقود والأوراق الخاصة بي ويخلصنا. لا جمعة هذا غالي علينا وغالي جدا وغلاوته عالية جدا. نعم المهم أعطيني العنوان. الأخ رجب السالفة هذه ما حد يعرفها غيرنا؟ والله لا. لحظة أخ رجب، لحظة اسمع مني واتبع نصيحتي. هات لا تقول له. ليش؟ لأنه ما حرام عليك يا رجب يا أخوي أتقول له وتفاجئه هذه المفاجأة. مسكين إذا قلت له يطيح ويموت، هذا مساكين قلبه ضعيف ما يتحمل. والحل؟ الحل عندي أنا، أنا أقول له واحدة واحدة. زين عندك يومين مو بأكثر تخلصني من هالسالفة، تراني عندي شغل. يومين إن شاء الله يكون عندك جمعة. أنتظر تليفونك. ولا يهمك، أنت بس روح وخلي الباقي علي أنا. لكن أنت تعال، أنت ما قلت لي إنك فصلته؟ أنا أفصل جمعة؟ أصلا هذا الكلام غير معقول وغير صحيح. جمعة هذا ذهب وشهم وطيب وابن ناس. سبحان مغير الأحوال. أنت بس طلع منها وخلي الباقي علي أنا. يعني إيش تريد تسوي فيه؟ تخلص عليه؟ أنت مالك شغل يا رجب، أنت روح بس، روح خلي الباقي علي. روح. عجايب. لا عجايب ولا شيء، روح يا رجب. معقولة يا ناس؟ معقولة الحلم والصدفة يتحولوا إلى حقيقة؟ جمعة أرجوك اسمعني، أنا ما تهمني الفلوس. جمعة جمعة جمعة، أنت بعدش معاك جمعة؟ إيش تبغي لها جمعة؟ ما قالت لنا شو هالتركي ذا الكحيان ذا الفواد الرهيف وفيش؟ يا أمي حرام عليكي، هذا مستقبلي وأنا حرة فيه. لا يا حبيبتي لا، مستقبلش مع محمود ودختي أنا فلوس عنده. لا لا، أنا إذا ما تزوجت جمعة فما بتزوج غيره. ونعم الاختيار يا هودة يا بنتي، ونعم الاختيار. جمعة هذا إنسان شهم ورجل يعتمد عليه. أرجوك يا أبوي. مو أنت اليوم زايدة عليك الحمة ولا قاس خرف؟ لا أنا جالس أقول حقيقة. لحظة أنت ما اتفقت معاي على أنها تتزوج ولا محمود ولد أختي ولا حامد ولد أخوك، وفي الحال كان هي تختار اللي تبغاه؟ وأنا لا، ما أختار هذا ولا هذاك، أنا اخترته خلاص جمعة وبس. البنت بنفسها قالت جمعة وبس. وبعدين من هذا حامد ومحمود اللي ما خابشي من الليل؟ من هذا الله يهديش، هذا أنا أصلا ما يسوي ضفر من جمعة، فاهمين زين؟ لا يا سلمان، أنت أكيد ما تجنني يعني. لا هو في الحقيقة أنا اللي تجننت واللي كان. يعني أنت موافق يا أبوي؟ أروح أقول لجمعة أنك أنت موافق؟ لا يا بنتي، أنا بنفسي أروح أقول له وأعتذر له على كل اللي صار مني. سلمان! ومنش أنت بعد. روحي يا بنتي غرفتش واطمئني، أنا بتفق مع أمش، وجمعة هذا أنا بأكدلش ما بيكون إلا من نصيبش. روحي يا بنتي. الله يخليك لي أحسن أب في الدنيا. روحي يا بنتي، روحي. والله نفسي أعرف إيش سر التغيير المفاجئ هذا. هو عن يكون جمع ورد صب صحيح ذبو ما خابش وجهه وأنا ما عندي خبر. موزة يو مستعدة تسمعيني؟ إذا مستعدة تسمعيني أولا حضري كولونيا، علشان يعني لو لا سمح الله أغمى عليش تكون الكولونيا جاهزة. الحمد لله ما لا الكولونيا جاهزة، حتى دهن الورد ودهن العود وبنت السودان ودهن أبو الغول. زين عجب، ما دام كل هذا عندي سمعيني زين. نعم. جمعة فعلا ورث 400,000 عدا ونقدا. وهوي
أوف مالي كم خلت كم؟ 400,000 عدن ونقدن. 400,000 هدى هدى يا بنتي تعالي تعالي احكي امك وجيبي معي الكولونيا. تبغاني اشجعك على مو اصلا؟ مهما قلتي انا بفوز وولدي بعد هم بيغلب. صح والله علي يكون ولدك بعد يطلع يورثك. يا رب يا رب طلع بنيه. حتى ولو طلعت بنيه بخليها رياضيه، بخليها بخليها مدربة كرة قدم. روحنا ما عندنا مدربين. اسمعني انا اولادي ما لي خص فيهم. ما تخليهم يتكسروا من صغار وتخليهم احتياطين طول حياتهم. انت مالك شغل ببنتي ابدا. اسمع بنتي انت اللي مالك شغل فيها. وبعدين ما كان في الولد اللي كسحته وكسرته؟ اها ولد يا ها، يعني انت تربين ولد وبنت. احسن بعد احسن، بكون انا مدربهم. هو كل انا الحاكم، هو الله يحكم بالعدل ان شاء الله. 400,000 ليش ما 500,000؟ ليش ما 600,000؟ ليش ما مليون؟ ايش رايك يا حرمنا المصون؟ ايش رايك؟ تسالني عن رايي؟ حد يشوف ذا الكنز وبعد يبغى ياخذ رايي؟ لكن تعال، هو معقوله ما عنده خبر؟ طبعا طبعا يا موزة، السالفة هذه ما حد يعرف عنها غيري أنا، بس أياني وأياش تجيبي سيرة لهدى لحد ما أنفذ اللي في راسي. هي بس أخاف يكتشف اللعبة. لا ما يقدر، طبعا ما يقدر يا موزة. وهو هذا المقلب اللي بنهي بيه الرواية، هو هذا اللي بنهي بيه الجديد والقديم، وساعدها بتكون نصف الثروة ملكي أنا. لا يا حبيبي الله، ملكي أنا. الله يهديك يا موزة، أنا قصدي أقول إن نصف الثروة بتكون ملكنا إحنا الاثنين، والنصف الثاني حال جمعة وحال هدى، ومعناها هذا إن كل الثروة في جيبنا. الله الله الله، أول الشهر بيكون أسعد يوم في حياتي. حمد أنا بعزم كل الناس، بعزم كل الحارة، الميكانيكية والصباغين والحدادين، كلهم بعزم، كلهم بعزمهم. يعني باغة تفتح جراج في البيت؟ جراج يا فاطمة، أنا بفتح سيارة جديدة. هي نعم آخر موديل وبالأقساط المريحة، وبنروح أنا وانتي الكورنيش. نعم تحت الشلالات نتمشى هناك. عشان تغسل السيارة؟ أغسل السيارة يا فاطمة، ظريفة والله العظيم ظريفة. ايش عندكم ضحكونا معاكم. حمد يقول أمن بياخذ سيارة جديدة ونروح نغسلها تحت الشلالات في الكورنيش. ليش حمد؟ والله عيب عيب، حتى التلفزيون يقول الماي شريال الحياة فحافظوا عليه. شريال يا عمتي، حتى الماي دخلتي فيه حروف الفلوس؟ شريال يا عمتي، شريان اسمه شريان. المهم شريال ولا شرهان، المهم انت ليش زعلان؟ هيها من مزعل نسيبه من ها؟ وبعدين انتوا ليش هرب شيء مسوين هوايد؟ ما تخلوا الواحد يستمتع بالموسيقى ويسمع؟ وين العرسان؟ جالسين يتفاهموا. خلاص ما دام انت معاهم يا ام العريف نقول على الدنيا السلام. صالح؟ نعم. ها زين. خلاص انا بروح 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 داخل. ها حد يضرب باب، روحوا افتحوا. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جماعه ايش فيك؟ ايش فيك متضايق؟ لا ما فيني شيء. تعال تدخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أنت متضايق، إيش فيك يا ولد أخوي خبرني. متضايق لأني جالس في البيت يا عمي، لا شغلة ولا مشغلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش رأيك تجي معي الجراج وتشحن السيارات؟ ما قصرت يا حمد، أنا أشحن السيارات؟ قول كسر السيارات، بدل قطعها بسيارات ثانية، وقول حال الزبون ان هالقطعة خربانة، ولما يجيب الجديدة بيعها على واحد ثاني وصلح الخربانة، ما كذا؟ هذا سر المهنة، ايش اللي دراك بهاي السوالف؟ انا عايش وسطكم حالي حال غيري. جمعة ما كل الناس واحد. الحمد لله ماشي احسن من حساب الضمير. وانت الحين ليش شايل هموم الدنيا على راسك؟ يا عمي قلت لكم انا فاضي فاضي، والفراق قاتل يا جماعة. يلا. Yeah.
الباب. لا انا بفتح. تعال 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 تاخير ان شاء الله. مع ضرب قوي. سلمان خير؟ جمعة ها؟ حبيبي صديقي أنا؟ ولدي أنا؟ نسيبي خير؟ خسرت شيء من مشاريعك؟ ايش فيك؟ اي مشاريع واي خرابيط واي شركة؟ انا يا جماعة يا ولدي انا ندمت والحين ضميري أنبني والله العظيم ما انام طول الليل ابدا. ما تنام؟ نوم؟ لا يا حبيبي لا انا ما عندي شيء خلاص ما عندي فلوس ولا شيء بعد ردي اسكن فوق جفونك وازورك في احلامك. لا ابوي خلاص روح روح. لا يا جماعه لا لا يا ولدي لا لا تظلمني لا تظلمني يا جماعه الفلوس ما كل شيء. انا صحيح اني غلط لكن الحين جاي اصحح غلطتي. نعم ابغاك ترجع شغلك وتكون شريكي في كل شيء. انا انت صاحي وصاحي يا جماعه. انا اللي كنت نايم وصحيت. صحيت والله اني خايف. يلا هات اللي بعده. اسمع يا جماعه السالفه وما فيها. الحقوني سلمان جمعه. هذا انت؟ وايش اللي جاي منك؟ ايش قاعد تسوي؟ انا تزوجت بنك فلوس نار حريق نار حريق. تزوج بنك نار حريق؟ احنا ايش خصنا؟ لكن انت ايش قاعد تسوي الشركه؟ قل لي عشان تمشي جنازتي. وينه؟ وين هذا؟ تعال وين ما تروح؟ تعال وين ما تروح؟ ابو احمد؟ اي نعم ابو احمد. ما شاء الله ما شاء الله. ايش هذا التجمع الحلو؟ انت اسمعني يا اللي اسمك جمعه. انت تسكت وتكلم اللي من مستواك. بس كت لا تغلط. لا تنسى انك في شركتي. وانا وين؟ انت في شركتي. صح لا ما صح. انا هناك عندي الفلوس الخزنة المزارع كلها ملكي. فلوس نعم فلوس. ايش تقول يا مجنون؟ تريد توردني وانا حي؟ انت بعد وانت بعد وانت بعد. بس انت لا انت عايش يا جماعة انت عايش صح. بس انا متزوج بنك متزوج بنك. يا خسارة. وهذه هي النتيجة. انا عندي فلوس وايد. انا متزوج دراكولا واشرب بيبسي كولا واكل حبة لولا. جل الرجال مسكوه يلا. مسكين جل حسبي الله ونعم الوكيل. هو ايش هذا سعيد مالك يا سعيد؟ مالك مسكو الشيبه مسكو على فت عقب اللي مجانين. ايه انا متزوج يا مجنون بنك يزوج سعيد. أبوي شيمة نعم كان فيك شيمة. كلم عمي سلمان في الموضوع. ها سلمان خير يا أبو أحمد؟ ولد أحمد يريد هدى. نعم هذا أبو ست البنات ما يريد. أصبر يمكن يجي ولد. نعم يمكن يجيني ولد. أنتوا إيش فيكم أنتوا؟ أنتوا جنيتوا أنتوا؟ أنتوا فاكرين بفلوسكم قدروا تشتروا كل شيء حتى زعلت الناس؟ إيه هذه ولد اللي تكلم عنها خلاص صارت زوجتي. ها؟ ايش؟ اي نعم جمع. انا يا عمي خلاص قررت وقراري ما الى رجعه. انا خلينا نودي هذا المجنون المستشفى. احسن يكون معانا مجنون واحد ولا يكون اثنين مجانين. صدقك ابوي صدقك مجنون. المفروض ان كلكم تروحوا مستشفى المجانين لان المستشفى المجانين ما حال المجنون الشرعي فقط حال جميع المجانين. وانتوا اخطر المجانين. الفلوس اللي تسعى لدمار الناس وخراب بيوته تعتبر فلوس مجانين وعملة خاصة بهم. الفلوس اللي تشتري ضمائر الناس تعتبر فلوس حرام والحرام طريق وظلام. انت بتفتح لنا سالفة؟ يلا يلا شنو؟ عاش جمعة عاش فرايدي عاش الصدق عاش خدام الزملاء عاش جمعة عاش جمعة. مسكينة سعيد عمر الطمع ما عمر بيت ولا حفظ راس مال. خلصت يا أستاذ جمعة؟ ما دام في الدنيا فلوس ما أقول غير خلصت وأمري لله. المهم يا أستاذ جمعة أبغاك توقع العقد اللي بيني وبينك قصدي عقد الشركة يعني. إيه بس يا أستاذ سلمان أنا ما عندي فلوس وما بصير غني. بس أنت بتصير زوج بنتي يا جمعة. وقع يا أستاذ جمعة وقع. عسى إن شاء الله هذا الاتفاق يكون اتفاق محبة وخير ووئام.
وقع يا حامل المنصور وقع. تفضل يا استاذ جمعه، وقع هذه النسخه الثانيه من العقد. على خير ان شاء الله، على خير، اتفاق سلام ومحبه ان شاء الله ووئام. اعطونا العقود، قوموا نهضوا وسلموا على بعض. مبروك مبروك يا جمع. الله يبارك في حياتك. مبروك والف مبروك. اي نعم. حسن ان شاء الله بالسعاد ما يرجع في كلامه. شايف امش وابوش، انا ما شفت منهم غير المفاجات بس. الشرط يقول ان اي واحد يرجع في كلامه يدفع 200 الف ريال. اتمنى ترجعوا في كلامكم بس واخذ ال 200 الف. لا يا حبيب الله، ما احنا اللي نرجع في كلامنا. احنا يا استاذ جمعه مشترينك بفلوسك ولا يمكن ان نتراجع ابدا. اشتريني بفلوسي؟ نعم. شايف عم صالح؟ شايف؟ والله ضحكتني ضحكتني. اسمع يا ولدي يا جمعه، انت الفلوس كلها. نعم كلها الفلوس انت. عم صالح، نعم انت الظاهر متفق معهم علي. اسمع يا ولدي، انا الكلام اللي قلته صح. نعم صح صح، لو كان عنده فلوس مثل ما تقول، لكن هنا ما اشوف واحد شيء باين. وعشان ما باين فهو موجود، وعمرها النار ما تنحط عند البنزين. نعم. ها؟ ايش هذه؟ هذه كل الاوراق اللي تثبت هذا الكلام. معقوله؟ معقولة لعندك هالفلوس هذه وعايش في المحن وعلى مهب الريح؟ البيانات كلها واضحة، ومن حقك تجي تاخذ املاكك وفلوسك. ومثل ما قلت لك ان عمك باع كل شيء وخلى فلوسه في حسابك مثل ما هو واضح بالاوراق. عمي صالح، يا والله الدنيا بعدها بخير. المهم انا استاذن عنك الحين، وبنتظرك في المكتب علشان تجي توقع على كل الاجراءات وتخلصنا يا اخي. يا حياكم الله. حياك الله اخوي. يعني يا استاذ سلمان عندك خبر عن كل هذا وما تخبرنيش؟ والله في الحقيقه يعني ما كانت هناك مناسبه. يعني ما كانت هناك مناسبه؟ وانت طايح فيني وقع وقع وشرط جزائي و200 الف اثاريك طبقت السالفه وانا ما ادري. بس خلاص. وانت بعدين ليش تكلمني بهذه اللهجه؟ روح مكانك هناك الارشيف. اي ارشيف هذا؟ انا ما ارجع الارشيف، انا شريكك يا سلمان. هو صحيح انت شريكي يا جمعه، لكن ايضا مكتوب في العقد انك مكانك العملي في الشركه هو الارشيف، ولا نسيت يا فالح؟ يعني حتى في العقد غشيتني يا غشاش. والله انت وقعت العقد بنفسك ووافقت، انا ايش يخصني؟ في الارشيف مره ثانيه يعني؟ في الارشيف كيف يعني؟ ما عاجبنك يا جمعه؟ خلاص انا بلغي العقد. خلاص وانا موافق، بس جهز لي الفلوس وانا يعني. يعني اذا السالفه كذا، يعني انت ما بغيتني لوجه الله ولا علشان خاطر بنتك. اسمع يا سلمان، بنشوف من بياكلها في الاخر. لا وبقفشه بعد. ليش يا ابوي سويت كذي بس؟ ليش؟ انت ما فكرت بحياتي، ما فكرت في عواطفي. والله يا بنتي انا ما سويت شيء غلط يعني. كل هذا وتقول ما سويت شيء؟ يلا عاد يا هدى، هاي اخر تربيتنا فيش؟ تبيعي امش وابوش عشان واحد كحيان؟ يا امي انا اتكلم عن الاصول، اتكلم على حياتي بكره، حياتي اللي تبتدي بالغلط وبتنتهي بالغلط. والله يا بنتي هو وافق وقع. وافق لانه كان واثق فيكم، مطمن، ما كان يعرف السالفه، طاوع قلبه قبل عقله. اقول سلمان، اذا كان جموع شاطر وذكي يصير يفسخ العقد تو. علشان يدفع المطلوب يعني. و
وانا بعد يا بنتي مستحيل اني ازوج واحد كحيان موظف عندي في الارشيف. يا بنتي ذا فضيحه، ايش بيقولوا عنا الناس؟ وهذه كل السالفه يا من ابهال ويا حمد ويا فاطمه. ياه اما انت عظيم صراحه يا عمي، كسر الله خيرك يا ولدي. كل يوم اشوف فيك الاب المثالي وافتخر انك انت ابوي. بصراحه انا قصرت في تقييمك. يا ريتني عرفت حقيقتك من زمان. وادروا انتم عنكم هذا الخطب، واحد كل هالفلوس في يدينه هم عايشين هذه العيشه، سنين الفلوس موجوده واحنا محرومين منها. كان ممكن تاخذها تشتغل فيها وبعدين ترجع لنا اياها، على الاقل حالنا تغير. الأمانة ثقيلة يا مريم، وإحنا بني البشر حملناها، السماوات والأرض أبت أن تحملها، وإحنا بني البشر حملناها من إيش؟ من جهلنا. نعم. الله يخليك ويطول في عمرك يا أبوي. أما أنا بصراحة لما أتزوج وإذا جاني ولد إن شاء الله ما أسميه إلا صالح. وإذا جاتك بنية سميها مريم. لا، أسميها على اسم أمي. ومن اسم همك؟ اسمها خالصة. خالصة؟ هذا اسم هذا؟ قول أبوي. نعم بنتي نعم. جمعة الحين كيف بيتصرف؟ يا بنتي جمعة عاقل ورشيد ويعرف الصح من الغلط، وأنا واثق من هذا الشيء تمام. أهلا وسهلا يا حضرة المفتش. في الحقيقة أنت اليوم شرفت الشركة. شكرا. تفضل اشرب مياه لذيذة هذه. أحسنت. لا يا حضرة المفتش، لا تشرب. ليش؟ أنت عندك أخوة؟ أيوة. وعندك أولاد؟ أيوة. وعندك زوجة؟ 3 زوجات. وحافظين الفاتحة؟ طبعاً. خلاص إذن ما دامنا حافظين الفاتحة اشرب عشان يقولوها على روحك لما تموت يعني. إيش تقول؟ أنا ما فاهم شيء. أنت الظاهر ما جاي عشان تتأكد. بالعكس أنا تأكدت وعشان كذا أنا جيت. تأكدت من إيش يا حضرة المفتش؟ من إيش تأكدت أنا؟ أنا ما فاهم شيء. لا أنت فاهم وفاهم عدل بعد، بس أنا جيت أقيس النبض يا أستاذ سلمان لقائنا في الوزارة. بس يعني خلاص أنا الحين تأكدت، والمختبر بعد تأكد، والأخ جمعة كثر الله خيره، مع السلامة. وابوي كذاك جمعة؟ كذاك تسوي فيه جمعة كذاك؟ عاجبك ولا ما عاجبك؟ لا طبعا كبعد مني، بعد مني. خلاص يا اخي ذا نفسخ العقد وكل واحد يروح لحاله. ايش قول؟ اذا اليكم بالمزيد من الاتي غدا، من حفر حفره لاخيه وقع فيها. وانت خلاص يا حبيبي وقعت. وابوي معقول شيء؟ معقول. واخرته معاك يا جماعه. ايش تريدين اسوي يا هدى؟ انا ولا الفلوس؟ انت عندي بكنوز الدنيا كلها يا هدى. زين اذا تصرف يا جمعه. يعني خلاص يا بطل سلمت. وبتدفع؟ بدفع ما عندي مانع، لكني ما سلمت وكنوز الدنيا كلها تهون عشان قلبي وعلشان اكون صادق ومرتاح الضمير. الحق له يا استاذ سلمان، الحق له. حريق المصنع احترق يا استاذ سلمان. ايش تقول يا وجه النحس؟ المصنع احترق؟ ايش يعني خلاص ضعنا؟ زين والخسائر بكم تقدر؟ كثير يا موسى. لا كثير. احنا خلاص يا موسى ضعنا وضاع كل شيء وانتهى كل شيء. يا جماعة الخير لا تشيلوا هم، إن شاء الله المصنع بيتصلح وكل شيء بيتصلح. أنت تقول هذا الكلام يا جمعة؟ جمعة؟ أنت؟ أي نعم، أنا وفلوسي تحت خدمتكم. لا يا جمعة يا ولدي أرجوك، أنت كفاية عليك يا ولدي أنك ضحيت ورميت نفسك في النهار علشان تنقذ اللي ممكن إنقاذه. يا أستاذ سلمان، المصنع هو مكان عيشته وعملنا اللي نترزق منه، أنا وكل العاملين اللي فيه. لو علي أنا أفديه بروحي. الفلوس تروح وترجع يا أستاذ، وأنا إن شاء الله الفلوس اللي بحصلها كلها بتروح في المصنع، إحنا أسرة واحدة. لا يا جمعة، لا
يا ولدي هذه فلوسك، حقك الشرح، انت مالك دم، الفلوس ما مهمة يا ولدي. انا يا ولدي يا جمعة تعلمت درس لا يمكن انساه ابدا، وكلامك هذا يا جمعة عبرة لي ولأمثالي. انت انسان طيب واصيل وشهم، لكن انا الجاحد، انا اللي جحدت النعمة والعلاقة الانسانية وحتى العشرة، حتى العشرة اللي كانت بيننا يا ولدي. بعدين يا جمعة هذه الشركة حالك وحال هدى، انت كبرت في عيني يا جمعة، كبرت وما زلتك تكبر يوم بعد يوم. انا قلت هالكلام من اول يوم احسيت فيه مشاعرك من خلال رسائلك. وانت يا هدى، انا ما حبيت فيك غير شخصك، انت بمعنى الكلمة القلب الحنون اللي انحرمت منك كل سنين عمري. تعالي يا هدى. علوي تعالي، شوفي هذول. أرجوك رامني رامني والله، أنا مسكين أنا وحيد أمي أبوي، والله وحيد أمي أبوي. أنا بس عندي 12 من أبوي وسبع من أمي، سبع من أمي 12 من أبوي، وأنا وحيد أمي. وشوفي هذول. لا أنا ما ممكن أخليك تهني في حياتي، وبعدين انا ما ممكن اطلقك، اخلي زوجتي ومعلقه واتزوج عليك واحده ثانيه بعد. هذه هي السعاده؟ لا، عمر السعاده ما كانت بالفلوس. تعالوا يا جماعه شوفوا معنا، تعالوا. معقوله؟ عموما الحياة الزوجية عمرها ما كانت سعادة على طول، يعني لازم شد وجذب وشوية فلفل وبهارات. والاختلاف في الرأي ما يفقد للود قضية. لكن أرجع وأقول إحنا في إيدينا نخلي حياتنا تكون سعيدة، وفي إيدينا بعد تكون حياتنا مثل ما شفناها. أهم شيء الرضا، السعادة في الرضا. صح يا جمعة، والعقل سيد المعارف. نعم يا بنتي نعم، والقلب روح المحبة والسعادة. ايه بس عاد من غير مقالب يا أستاذ سلمان، أقصد يا عمي سلمان. ايه ولا عين فارغة تخليك تحط عينك على وحدة في عمر بنتك. لا أبوي لا، التوبة ثم التوبة. نعم القناعة كنز لا يفنى. والحب؟ الحب، من غير الحب أنا بضل طول عمري في مهب الريح. ومن غير الحب بنظر كله في محب الريح. البسمة فينا أغلى من كل دروس الدنيا، بالفرحة الدنيا تحلى، بالضحكة قلبك يحيا. البسمة Jack!